كلنا نعلم أن الأدب سجل لحياة الأمم، فهيا بنا نرى ماذا سجل لنا التاريخ في أدبنا عصر صدر الإسلام. سمات الشعر في عصر صدر الإسلام، زي ما احنا عارفين يا أولادي، المقصود بصدر الإسلام يعني بداية الإسلام، وبداية الإسلام مع مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم. ومش هنطول الفترة الزمنية، هنكتفي إلى سنة 40 هجريا لتبدأ فترة أو عصر أدبي جديد. يبقى السؤال الأول لما يجي يسألني يبدأ عصر صدر الإسلام من سنة، برافو عليك، سمعني صوتك، من 1 هجريا إلى 40 هجريا. طب تأثر الأدب في عصر صدر الإسلام بإيه العوامل المؤثرة؟ بقول لك إسلام. طب وإسلامنا معتمد على إيه؟ القرآن الكريم والحديث الشريف. يبقى برافو عليك، العوامل المؤثرة هي القرآن الكريم والحديث الشريف. طيب نبتدي نشوف رقم 3، ظهر تأثر الأدب في عصر صدر الإسلام بالقرآن الكريم والحديث الشريف في أثروا في إيه؟ القرآن والحديث لما هيأثر في الأدب شعر أو نثر هيأثر في إيه؟ في الألفاظ، في التركيب، في الأغراض، في الأساليب والصور. ما أسباب تعرض الشعر في عصر صدر الإسلام للتغير والتحول؟ اللي غير الشعر في صدر الإسلام؟ عد معايا ومع بعض. 1، انبهار العرب ببلاغة القرآن الكريم، تحريم الإسلام للخمر. 3، معارضة الإسلام للغزل الفاحش اللي احنا متعرفين عليه أولادي، اللي هو الغزل الصريح. يعني إيه غزل صريح؟ يعني إيه غزل فاحش؟ هو التغزل في مفاهيم جسد المرأة، وده منافي لتعليم الإسلام، فابتدى إن هو يختفي. معارضة الإسلام للهجاء القبلي. يعني إيه هجاء قبلي؟ إحنا قلنا في العصر الجاهلي كانت الأمة عبارة عن قبائل متناحرة متنافسة، فبيبتدي نوع من أنواع الهجاء قبيلة لقبيلة، وده منافي لتعليم الإسلام. محاربة الإسلام للعصبيات، انشغال العرب بالفتوحات، سقوط منزلة الشعراء المتكسبين بالشعر. يعني إيه متكسبين بالشعر؟ يعني بيأخذ مقابل مادي لشعره، فبيذهب الشاعر لحاكم، لشخص ذو نفوذ سلطة، ويبتدي إن هو يمتدح في قصيدة لينال بعض العائد المادي من الأموال. بعد كده بنقول ظهور موضوعات جديدة مثل شعر الزهد وشعر الدعوة إلى الإسلام. أذكر سمات الشعر في عصر صدر الإسلام. هنبتدي نتعرف مع بعض إيه الصفة، الشكل الجديد اللي ظهر لي بيه الشعر مع وجود الإسلام. من حيث الألفاظ، سهولة الألفاظ والبعد عن الغرابة. من حيث المعاني، اتفقت المعاني مع روح الإسلام. من حيث الأوزان والأخيلة ونظام القصيدة، حافظوا عليها كما هي في العصر الجاهلي. يلا بينا مع بعض نبتدي نتناول فن جديد وهو فن النثر. ولما اتكلم على النثر يبقى هتكلم على الخطابة والوصية، ودي فنون ظهرت في العصر الجاهلي وكان ليها أهمية كبيرة لأنها سجل حقيقي لحياة العرب وما حدث في حياتهم من مواقف عظيمة أو خطيرة. فلما يجي يسألني ويقول لي للخطابة أهمية كبيرة منذ أقدم العصور وفي كل الحضارات، حيث هقول واكبة الأحداث الجثام لكل الحضارات. من أنواع الخطابة؟ أنا عندي الخطابة لو أنا بلقي خطبة
دينية مختصة بأمور الدين حلال وحرام يبقى دي دينية، لو مختصة بالمجتمع والمشاكل الاجتماعية والأخلاقيات يبقى خطبة اجتماعية، لو بتكلم على أمور الدولة والسياسة يبقى خطبة سياسية. أي خطبة هتبتدي تتناولها هتلاحظ إن ليها مقدمة، ليها موضوع، ليها خاتمة. سمعيك صح، برافو عليك. زي كده موضوع التعبير لما بنيجي نكتب لازم في استفتاح للموضوع، مقدمة ليه بستفتح بيه الموضوع، وبعد كده بتناول الأفكار اللي أنا بتكلم عنها، وفي الآخر بختم موضوعي. نفس الكلام، خليني فاكر إن الخطبة مثل موضوع التعبير. عرف العرب فن الوصية امتى يا أولادي؟ في عصر صدر الإسلام؟ قلت لأ، دي موجودة من العصر الجاهلي وازدهرت أكثر في عصر صدر الإسلام. تناول العرب في الوصية جوانب حياتهم. إيه الجوانب اللي تناولوها؟ جوانب اجتماعية دينية. يكثر قول الوصية عن بإمتى الإنسان بيوصي؟ افتكر كده مع بعض. لو الإنسان شعر بدنو الأجل، يعني شعر بالتعب وإن هو أجل انتهى وأوشك على الموت، بيبتدي يجمع أولاده ويوصيهم. لو الإنسان مسافر من مكان لمكان وهيغيب فترة طويلة، زي مثلا لما يكون بابا مسافر ويجيبك ويقول لك أنت راجل البيت مكاني، اهتم بشؤون البيت، راعي إخواتك، اسمع كلام ماما، دي وصية. يبقى هنقول امتى بتكسر الوصية؟ عند الإحساس بقرب الأجل اللي هو الموت، والعزم على الترحال والفراق لأمر ما. من أنواع الوصايا في عصر صدر الإسلام الوصية السياسية والوصية الدينية والوصية الاجتماعية. تناول الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والخلفاء الوصية في شتى مجالات. استخدموا الوصية في إيه؟ قال لي في الدين، في الجهاد، في السياسة، في الاقتصاد والتربية. فيما اختلفت القصيدة في عصر صدر الإسلام عن قصيدة العصر الجاهلي؟ إيه وجه الاختلاف؟ أيوة برافو عليك، هو احنا خدنا إجابة السؤال ده قبل كده، بس هنبتدي نغير شكل السؤال عشان تتعرف أكتر على الصور المتعددة للأسئلة. هقول اختلفت في ايه؟ قال لي اختلفت القصيدة في عصر صدر الإسلام عن القصيدة الجاهلية في الألفاظ، حيث أصبحت أكثر سهولة وبعدت عن الغرابة، وفي المعاني حيث اتفقت المعاني مع روح الإسلام. طيب نبتدي نشوف ما عوامل ازدهار الخطابة في عصر صدر الإسلام؟ ايه اللي ساعد على انتشار الخطابة بصورة أكبر؟ قال لي حيث كانت الخطابة من أهم وسائل، عد معايا، الإقناع والتأثير والدعوة إلى الجهاد ونشر الإسلام أو نشر الدين، يعني صورة من صور دعوة. 2. الترغيب والترهيب والوعظ والإرشاد والهداية. 3. الرد على الخصوم ودفع الشبهات وتقديم الحجج والبراهين القاطعة. ماذا كان موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من الخطابة في عصر صدر الإسلام؟ جعلها صلى الله عليه وسلم وسيلة للدعوة إلى مبادئ الدين الحنيف، كما بين من خلالها الأحكام وقدم المواعظ. نبتدي نعرف موقف الصحابة من الخطابة في عصر صدر الإسلام. تأثر الصحابة في خطابهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، حيث تناولوا ما تناوله الرسول في خطابه من موضوعات، أضافوا إليها بعض الموضوعات الجديدة مثل الخلاف بين المهاجرين والأنصار على الخلافة، الردة في عهد أبي بكر الصديق، اتساع الفتوحات الإسلامية في عهد الخليفتين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. ما السمات الفنية للخطابة في عصر صدر الإسلام؟ احنا عارفين ان هو تأثر بالقرآن والحديث الشريف، فطبيعي جدا لبداية اي خطبة لازم ابدأ بايه؟ برافو عليك، ايوة سمعني صوتك، البدء بالحمد والسلام. سهولة الالفاظ وتنوع الاساليب. 3. استمداد المعاني من القرآن الكريم والحديث الشريف.
4 مواكبتها للأحداث 5 ترابط الفكر. طب ما أوجه التشابه بين الخطبة والوصية؟ برافو عليك، ايوه سمعني صوتك، انا عارفه ان احنا قايلين ان الاثنين من فنون النثر، يبقى النثريه. رقم 2 المقومات الفنيه الكلاميه. رقم 3 التاثر باسلوب القران الكريم. اتمنى يا رب نكون استفدنا وقدرنا نعرف حاجه عن الشعر والنثر في عصر صدر الاسلام. اتمنى لكم النجاح والتوفيق.